طبعا بغيت اغير كراسي الماكينه، فاول شيء نرفع السياره بالجاك. اوكي، نحط جاك على كل صوب، بعدين نحط جاك تحت. اوكي، تحت الفريم سبورت، ونرفع شو اسمه الماكينه من الكرنكيس لصينيه الزيت. طبعا تحت في سكروبين، في سكروب كل جهه، من فوق في بس ما يقدر تشوفونه او لا. هذه كرسي الماكينة، طبعا تلاحظ من هنا سكروب والجهة الثانية سكروب. اوكي، هاي شيلونهم، وتحت في سكروب واحد. نفس الشكل الجهة الثانية، نفس الشيء، يعني بس شيل هالسكروب وشيل السكروب من فوق، ترفع الماكينة شوي وترجع. ما في أسهل منها. كنت أحسب السالفة طويلة، بس إن شاء الله قصيرة.